شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة شهد سباق شانتيه للقدرة بفرنسا الذي أقيم تحت رعاية الفريق الملكي للقدرة بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم وخصوصا من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمسافة 120 كيلومترا. وحصل فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى حيث جاء في المركز الأول سعيد سالم والمركز الثاني سعيد أحمد الحربي والمركز الثالث سالم حمد الكتبي وحققت فارسة الفريق الملكي للقدرة البلجيكية إليزابيث هاردي المركز الرابع في الترتيب العام والفارسة البحرينية دانا البنغدير على المركز السادس. وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بالمستويات المتميزة التي شهدها سباق شانتيه للقدرة والمشاركة الواسعة من الأسطبلات من مختلف دول العالم مشيرا سموه إلى أن سباق شانتيه حقق أهدافا عديدة وضعها الفريق الملكي للقدرة قبل المشاركة في السباق وتمهيدا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في إيطاليا في شهر سبتمبر المقبل. وقال سموه أن الفريق الملكي حقق الأهداف المرجوة من سباق شانتيه ووقف على جاهزية الفرسان جميعهم إضافة إلى الاطلاع على نقاط الضعف والقوة لدى بعض الجياد وهذا الأمر سيدفعنا لمعالجة بعض الأمور قبل المشاركات القادمة. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن طبيعة الأرض والأجواء كانت بمثابة التجربة الناجحة للفرق قبل المشاركة في بطولة العالم معربا عن تقديره للجهود التي بذلها الطاقمان الفني والإداري بالإضافة إلى الفرسان الذين نأمل أن يقدموا المستوى الطيب للفريق في المشاركات المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمستوى فرسان الفريق الملكي وقال سموه قدم الفريق الملكي للقدرة أداء جيدا في سباق شانتيه بفرنسا ولابد أن تكون هناك مرحلة تقييم لسباق شانتيه من أجل تحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم. وأعرب سموه عن شكره وتقديره إلى اللجنة المنظمة للسباق على تقديمها كامل الخدمات للفرسان المشاركين وإخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني إلى الفارس الإماراتي سعيد سالم بمناسبة حصوله على المركز الأول مشيدا سموه بالمستوى المميز الذي ظهر عليه البطل طوال مراحل السباق. كما أشاد سموه بحصول فارسة الفريق الملكي للقدرة البلجيكية إليزابيث هاردي على المركز الرابع وفارسة الفريق الملكي للقدرة البحرينية دانا البنغدير على المركز السادس. من جانبهم أشاد فرسان الإمارات بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير رياضة القدرة وحرص سموه على رعاية الفريق الملكي للقدرة لسباق شانتيه مقدمين الشكر والتقدير لسموه على هذه الجهود التي تصب نحو مواصلة الازدهار برياضة القدرة. اليوم معركاتنا مختلفة شوي. كان همنا الأول والأخير نأهل أسد البطل، لازم يكون إنه هو مخلص 120. ال 120 هذه تطلب منه إنه يكملها ويعدي الفحوصات كلها عشان يدخل بطولة العالم اللي هي في شهر 9 في إيطاليا. فكان همنا الأول والأخير إن إحنا ما ناخذ أسوأ الاحتمالات وندفع الحصان ونعرضه إلى الإصابة، ولا هو اليوم إحنا متأكدين إنه يقدر إنه يفوز السباق ولا قصور في المشاركين كلهم سواء من فرنسا ولا من البحرين ولا من الإمارات ولا أي دولة جات شاركت معانا.
مطمنين احنا الحمد لله من المستوى، مطمنين من اداء الاحصان ان شاء الله النبيين اذا الله بس قدر لها الايام هذه بيأدي اداء طيب. اما بالنسبه حق خيلنا الباقيه كانت خيل عاديه مبتدئه وعندنا حصان، اكتشفنا اليوم الخبر الطيب ان عندنا حصان بطل اول 120 له، وكانت عليه الفارسه اليزابيث تمثل الفريق الملكي طبعا، هي من بلجيكا ويات المركز الرابع، صفت في الامام مع الخيل، نافست منافسه طيبه وياهم، والصراحه هي من بد الخيل كله اللي ما رشحناها هي اللي جات المركز الرابع الحمد لله. طول العمر بطوله شانتي اللي هي بتوجيه منكم طول العمر تحولت الى بطوله دوليه، يمكن هذه ثاني سنه، ولكن العدد اللي شفناه مشارك في هذه البطوله مشجع ومريح. 106 مشارك من مختلف دول العالم، من اوروبا طبعا، من منطقتنا ومن امريكا الجنوبيه واستراليا الحمد لله، يعني هذه خبر طيب. ولكن لحد الان عندنا بعض الاعمال اللي ممكن احنا ننجزها ونعدل في بعض الامور اللي احس انها نواقص، ممكن انها تكمل هذا السباق الى ما يصبح السباق الدولي او مجمع لجميع العالم ان شاء الله في هالمكان هذا.